شعور المسلمين لم يكن على هذا المستوى. المصري يبقى الجديد اهلا بيكم. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وحضرتك طيبه. الى كل مصري على ارض مصر وخارج مصر بقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد سيدنا النبي عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى روح الله وكلام الله وكلمه الله. خلينا نهني بعض بمناسبه هذا العيد اللي النهاردة الرئيس السيسي ولم تعد مفاجأة زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للعام الثالث على التوالي، وده إنجاز لم يسبقه أي رئيس مصري إليه. عايز أقول لك مفيش رئيس مصري، وده ما كانش عيب، كان بيبعت دائما أي رئيس جمهورية عبد الناصر السادات مبارك كان بيبعت شخصية تمثله عشان يحضر القداس. المرة الوحيدة اللي حضر فيها رئيس مصري كان الرئيس الراحل عبد الناصر في أوائل الخمسينات لما أهدى للكنيسة هذه الأرض عشان تبني عليها الكاتدرائية، وتبرع من جيبه الخاص بألف جنيه، طبعا بأسعار زمان كان رقم كبير النهاردة. رئيس السيسي أعلن النهاردة عدد من الأخبار المفرحة بيفرحنا أن مفيش كنيسة أضيرت في أي حدث إرهابي إلا ما أنها خلاص تم ترميمها. الراجل حتى عارف ان في كنيسة في العريش باقي بس تركيب اللوحات الزيتية ليها. ايضا الرئيس السيسي اعلن عن بناء ضخم لاكبر دورين للعبادة، مسجد للمسلمين وكنيسة كبيرة للمسيحيين هيتم انشائه في العاصمة الادارية الجديدة. عايزين نعطي رسالة تسامح وسماحة، وعايزين نثبت للعالم فعلا ان احنا شعب واحد، وان ده يا اخوانا مش مجرد كلام. واعتقد ان البداية لازم تكون يا اخوانا في التعليم، بس دي قضايا كبيرة جدا مش عنوان حلقتنا النهاردة. خلينا نفرح مع بعض بعيد الميلاد المجيد. انا كمصري مسلم مؤمن بسيدنا عيسى وبدعوته، ومؤمن ايضا بالديانة المسيحية مثلما امرني الله سبحانه وتعالى. بهنئ نفسي كل مصري مسيحي ومصري مسلم بعيد الميلاد المجيد. عطاء الله على كل المصريين بالخير والسلام. عايز اكلمكم النهارده على موضوع لاحظته من فتره، وبعدين لما لاحظته قلت ربما ده حادث استثنائي، فلان جاري او قريبي او صديقي بيعمله، مش سلوك عام يعني. لكن ولا بدقق كده لا اكتشفت ده طلع سلوك عام. القصه ايه؟ ليا صديق بيحكي لي واحنا قاعدين على القهوه انه كمان ست شهور تقريبا او سبعه هيغير كاوتش عربيته. طب ايه المشكله؟ قال لي انا نازل بكره اشتري الاربع فرد. ليه الاربع فرد؟ قال لي ما انا مش ضامن كمان ست شهور هيبقوا بكام. ليا صديق هو ومراته، او مراته قالت له لو سمحت انا كل ما بنزل الاقي ازازه الزيت غاليه، فاحنا عايزين نشتري لنا 3 4 5 كراتين عندنا في البيت. الله الله الله. عايز اقول لك فوجئت ان انا نفسي عملت ده. انا نفسي وانا بحكي لك وبعترف بده وزعلت من نفسي. بس للامانه ما عملتهاش في اكل وشرب، عملتها في دواء. تعرفين ان انا كنت خارج من ازمه صحيه كده كبيره من حوالي شهرين ثلاثه، وبصرف الدواء من الاجزخانه اللي انا بتعامل معاها، فقال لي يا استاذ محمد انت عارف الادويه والدولار مش رفع الاسعار والله، بس في ادويه هتختفي، فانا بنصحك الليله تشتري بدل علبه تشتري لك كام علبه كده. فانا حسبت حسبه كده قلت له طيب ادي لي حاجه تغطي لي شهرين ثلاثه قدام. للامانه بعد ما خدت دواء وقعدت وراجعت نفسي قلت ايه ده؟ هو انا ينفع اطلع انصح الناس بحاجه وانا كده؟ مش هكذب عليك زعلت من نفسي، وربما انا بعترف لك على الهوا بده. بس انا ابتديت الاحظ ان بقى في سلوك عام للمصريين النهارده او شبه عام، عشان ما عنديش احصائيات، اللي يقدر يشتري حاجه النهارده يشتريها.
اللي كان عاوز يشتري عربية ماشي أرخص، بس ده احنا دخلنا فين بقى؟ دخلنا في أكل وشرب، دخلنا في سكر وزيت، دخلنا في تموين، دخلنا في حاجات أعلى شوية زي الدواء، دخلنا حتى في كاوتش العربيات. الله 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 الله، ده معناه إن أنت بتحمل ميزانيتك فوق طاقتها. لأن أنا مثلا لو هشتري أربع فرد كاوتش على مدار الست شهور هعمل جمعية أظبط نفسي. أنا لو أنا هشتري دواء كل شهر علبة، فأنا بقبض كل شهر مرتب فبقتطع منه تمن العلب، إنما لما أجيب تلات شهور تلات علب بحملهم على مرتب واحد. كمان هيبقى في عجز في الأسواق، عجز. الله، ده الحكومة كل ما تنزل مثلا 10 مش عارف مليون كيلو سكر ما هيختفوا. التخزين بقى سلوك عام النهارده. قبل ما اطلع على الهواء سألت عدد كبير جدا من أصدقاء ومعارف وأقارب وجيران، قالوا لي آه. وعايز أقول لك بقى، من كل الطبقات والفئات، ده مش سلوك خاص بطبقة دنيا أو فقيرة، لا، ده في طبقة وسطى وفي طبقة غنية، ووجهة نظرهم اللي هعمله النهاردة مش هقدر أعمله بكرة، والجنيه النهاردة ملوش قيمة لازم أخلص منه. وبقى في ثقافة كده، لا لا لا، أنت إيه ده؟ أنت في جيبك فلوس مصري؟ أخلص منها، اشتري دهب، اشتري دولار، اشتري أربع فرق كاوتش على رأي صاحبي. هنا لازم الحكومة تلتفت لده، ولازم نحلل ده. أولا ده يدي انطباع عام إن مفيش ثقة ما بين ما تقول الحكومة وما بين الرأي العام. ما الحكومة بتقول لك اصبروا عليها ست شهور، الحكومة بتقول لك إن اللي جاي أفضل، الحكومة بتقول لك إن نهاية السنة الدولار قيمته هتتراجع، يبقى معناه إن الأسعار هتتراجع. طب لما الأسعار تتراجع أشتري ليه من دلوقتي؟ طب ما أنتظر لما الأسعار تتراجع. لا، المصريين، المواطن النهاردة مش واثق في الكلام ليه؟ اتلسع 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 اتلسع، مش طايق، خلاص مش قادر، أنا خلاص مش قادر، أنا كل يوم الأسعار عمالة تتنطط قدام عيني. مواطن غلبان وقف لي وانا قاعد كده على القهوه، قلت فلان، اه انا فلان، قال لي طيب احنا كله بيجيب ازازه الزيت ب 11 جنيه، قلت له كلام جميل، قال لي الدولار ولا الجنيه انتوا بتقولوا قيمته قلت النص، قلت له كلام صحيح، قال لي المفروض ازازه الزيت تبقى ب 22، قلت له عداك العيب، قال لي انا عايز اقول لك ازازه الزيت بتوصل ل 35 جنيه. الله، ده معناه كمان ان مفيش رقابه على الاسواق، يعني احنا موافقين ان اسعار السلع المستورده تتضاعف عشان الدولار قفز من 10 جنيه ل 20 او من 9 ل 18، بس ما ينفعش يا اخوانا يبقى ثلاث اضعاف. وبعدين الدولار ثابت بقاله فتره، يعني الدولار ثابت بقاله فتره، ايه رايك بقى الدولار رجع من 20 جنيه الى 18 جنيه؟ يعني مفروض اسعار السلع تتراجع 10%. هيرد عليا شهبندر التجار ويقول لي لا يا خير، ما ده بقى في الشحنه الاستيراديه القادمه بعد ثلاث شهور. اقول له هقاو، امال حضرتك لما الدولار اتعوم في نفس اليوم رفعت السعر ليه في نفس اليوم؟ ما انت مستوردها بسعر اقل. كله عمال يسرق، كله عمال يحط ايده في جيب المواطن، مفيش لا خشه ولا حياه لان مفيش رقابه. النتيجه ايه؟ سلوك للمواطنين، طلب وهمي على سلع، طلب وهمي هيؤدي الى رفع الاسعار. ما هو انا ليا كيلو سكر احتياجي في الشهر، هنزل اشتري 10 كيلو وغيري هيشتري 10 وده 10 وده 20، يبقى انت كده هتؤدي الى رفع سعر السلع عليك وعلى الدولة والتضخم وكلام. اذا القصة في اختصار ان المواطن لا يثق في كلام المسؤولين في مصر. ازاي نرجع الثقة دي؟ مين في المسؤول في مصر النهاردة يقدر يطلع يقول للناس كلام والناس تصدقه وتثق فيه؟ ما هو ده كلام مهم يا اخوانا، دي بلدنا. انا النهاردة عايزك تطلع تطمني، انت بتطلع تقول كلام انا برضو مش مطمن، اصل انت بتقولي كمسؤول كلام صح الكلام، انا بنزل الشارع بلاقي كلام تاني، انا بنزل الشارع بلاقي كلام تاني، انا لا الاقي ضبط اسواق ولا الاقي رقابة على الاسواق ولا مبرر للغلاء ولا الاقي زيادة في راتبي ولا الاقي تحسن في الجنيه. طب انا اعمل انا ايه؟ انت سايبني، انت كمسؤول سايبني مني للغلاء، الغلاء عمال ياكل فيا، الغلا عمال ياكل فيا. اذا ازاي انا ارجع الثقه دي؟ ده دور الحكومه تدرس ده، انا ماليش دعوه، انا كاعلامي ماليش في الليله، انا دور الاعلام دايما شايفه فلاشر عمال يقلب لك نور كمسؤول يقول لك خلي بالك من الحته دي، خلي بالك من الحته دي.
النهارده المصريين وغالبيتهم وعدد كبير من المواطنين بناء على استقصاء عملته مع عدد كبير من اصدقائي واقاربي وجيراني ومعارفي، لا بيخزنوا سلع، واللي يقدر يخزنه يخزنه. طب انا موافق انك تنزل تشتري الذهب اللي هتشتريه كمان سنه عشان خطيبتك، تقول ممكن الذهب يعلى مثلا، في حاجات كده. الاب اللي بيجهز بنته على مدار 10 سنين موافقين، سلوك مصري. انما سكر وزيت وشاي وادويه، بقول لك انا عملت ده، انا بعترف انا عملت ده. طب ايه الحل؟ الثقه. وبعدين هو دايما عندنا قاعده، مفيش سعر سلعه ما هيعلى في البلد دي وهينزل تاني. رغم عايز اقول لك اسعار السلع في العالم بتطلع وتنزل لانها بورصات يا اخوان، الا البلد دي، الا البلد دي عشان مفيش رقابه، شعبها متروك للتجار يعملوا بيه اللي هو عايزه. عشان كده انا برجو من الحكومه رجاء خاص وحار، التفتوا لفكره الطلب الوهمي. انا فاهم اقتصاد، وده هيؤدي الى مشاكل اقتصاديه هتنعكس على الموازنه العامه للدوله من تضخم، وعلى سعر الفايده اللي بتسلف فيه الحكومه، وده كلام معقد شويه، وعليا كمواطن. لا تخزين بعد اليوم. عايزني ما اخزنش؟ اطلع طمني وقول لي كلام صح. عايزين نثبت الاسعار في السوق؟ ما خلاص احنا الدولار جبنا اخره، مفروض على الاقل لمده 3 4 شهور يا اخوانا، بقى ب 18 18 وربع. الدنيا ليه تنط كده؟ يعني ايه ازازه الزيت زي ما قال المواطن الغلبان تطلع من 9 ل 35 جنيه؟ ده كلام مهم. انت كرئيس وزراء هل بتيجي الصبح تشوف الزيت والسكر والشاي؟ ممكن يكون جاي لك تموين زي الفل لحد باب البيت ولا يعني مجلس الوزراء، بس لازم تعرف ده، لازم تعرف ده. ما ينفعش تبقى مسؤول تستحق تقعد على كرسيك في البلد دي وانت مش عارف طبق الفول على عربيه الفول للغلابه بكام، ولا علبه الكشري بكام. ما ينفعش، لا تستحق، صدقني لا تستحق ان تجلس على الكرسي من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول في البلد دي. اذا ما كنتش عارف سندوتش الطعميه بكام، اذا ما كنتش عارف حبه الفلافل دي هتقف على المواطن بكام. ما هو ده اكل المواطن، ده بقت بجنيه النهارده يا اخوانا، بقت بجنيه وبجنيه ونص لو محشيه. طبق الفول على علبه الفول ب7 جنيه على عربيه الفول، طبق الكشري من 10 ل 15 جنيه. طب انا هجيب منين؟ ما انتوا لازم تلاحظوا الحاجات دي، لازم نطفي الكلام ده. اكلني، مش هقول لك لاقيني ولا تغديني، لا غديني ولا تلاقيني، ولا عايز اشوف وشك ولا عايزك تكلمني، بس انزل الشارع عليها اكلي. نقطه مهمه وجرس انذار من اول السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس البرلمان، كبار المسؤولين عن الاجهزه في مصر، وعلى راسهم جهاز المخابرات العامه اللي بيرفع تقرير يومي للسيد رئيس الجمهوريه، بقى في سلوك دلوقتي عند قطاع كبير من المصريين يميل الى تخزين ما يستطيعوا ان يخزنوه، ادويه، سكر، تموين، اي حاجه. يا رب الخير لينا جميعا. هروح للفقرة الرئيسية الثانية في برنامج النهاردة، وهي سؤال وثلاث إجابات. سؤال، انتوا عارفين بقالنا فترة عمالين نسمع ان احنا مخنوقين في عنق الزجاجة، وانا راجل خمسيني كده عايز اقولك يمكن من اولى ابتدائي وانا عمال اسمع عنق الزجاجة ده. سؤال النهاردة سألناه للسادة المواطنين في الشارع، امتى نخرج من عنق الزجاجة اللي بيقولك عليه ده؟ لما يوسعوا عنق الزجاجة الرقبة بتاعتها شوية، ولا بالتخطيط، ولا لما الازازه تتكسر فنقدر نطلع؟ تعال نشوف حضراتكم جاوبتوا وقلتوا ايه. مش هنخرج من عنق الزجاجه اللي احنا بنسمع عنها الا بالتخطيط الجيد والعمل الجاد. التخطيط الجيد والعمل. هنخرج من عنق الزجاجه من التخطيط الجيد والعمل. لما الزجاجه تتكسر. لما الزجاجه تتكسر اكيد. بالتخطيط والعمل والفكر الجيد. احنا ممكن نخرج من عنق الزجاجه دي بالجد والعمل والكفاح. لما الازازه تتكسر. بالتخطيط الجيد والعمل، بس لو في مصر يبقى لما الزجاجه تتكسر. لن نخرج من عنق الزجاجة إلا بالعمل، بالإنتاج، وقبل ده يبقى عندنا تخطيط، يبقى عندنا فكر. بس التخطيط مش أنا وأنت اللي هنخططه، ولا بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية ولا السيد رئيس الوزراء. مؤتمر وطني قومي على مستوى رفيع يحضره خبراء مصريين مشهود لهم بالكفاءة أيا كان انتمائهم السياسي، ويقدموا لي خريطة عمل، هو ده اللي هيقوم البلد لقدام. ومن اول يوم بدات برنامج وجهت رساله للسيد الرئيس بالمعنى ده، والاخر يوم في برنامجي ارجوك مؤتمر وطني اقتصادي، ارجوك مؤتمر اقتصادي وطني
يحضروا خلاصة خبراء عقول مصر، يقولوا لك قبل ما يقولوا لي ايه الصح وايه الغلط. لازم نفهم في الاقتصاد شوية، ما حدش بيفهم في الاقتصاد إلا أهل الاقتصاد. يعني ده اللي هيخرجنا من عنق الزجاجة. النهاردة بعد الفاصل عندي فقرة مهمة جدا جدا جدا، ربما تهم نص الشعب المصري. الفقرة دي عن قانون الإيجار القديم. احنا عندنا مشكلة في مصر مزمنة بقالها عشرات السنوات. ايه هي؟ ان في ناس اصحاب عمارات، ملاك عمارات، عمارة ممكن تكون في جاردن سيتي في الزمالك، بيطلعوا في اخر الشهر ما يجيش 10-20 جنيه، ما يجيب لهمش ربع كيلو لحمة. طب ده عدل؟ بيترد عليك يقول لك ما انا دفعت الايجار ده ال 5 جنيه ولا 10 جنيه لما كان الجنيه يعمل مثلا نص جنيه ذهب. لم يحدث تحريك للايجارات. طيب الملاك سابوا العمارات ان شاء الله تقع على اصحابها. في غبن واقع في احد الطرفين منتصر على احد الطرف الثاني. النهارده في مشروع قانون اسمه قانون الايجار القديم قدم للبرلمان، حطت فيه قواعد بتنظم العلاقه بين الملك والمستاجر. ركز معايا في اللي جاي، هيبقى فيه 10 سنوات حينما يتم اعتماد هذا القانون. بعد 10 سنين من اقرار القانون مش هيبقى فيه شقه عندها عقد ايجار ابدي. يعني انت بعد 10 سنين لو مستاجر شقه ايجار قديم لازم تسيبها او تدفع للمالك السعر العادل اللي يحدده. ده عرض وطلب. احنا النهارده هيشرف لي بعد الفاصل سياده النائب المحترم الوفدي النائب محمد خليفة، احد مقترحي مشروع قانون الايجار القديم. معايا ايضا احد المستاجرين بيمثل بقى طائفة او فئة المستاجرين للشقق القديمة، محمد عاشور متولي. ومعايا صاحب عقار الاستاذ هشام محمد عبد المنعم. بعد الفاصل هيبقى في حوار بين ثلاثتنا. الفقرة متاحة لحضراتكم عبر الهاتف. لو انت مالك خش وقول رأيك، لو انت مستاجر خش قول رأيك. لسه القانون لم يتم اقراره، بس انا بقول لك كده اهو، ركز معايا. لو انت مستاجر وحدة تجارية بعد 5 سنين من اقرار القانون خلاص عقدك اتلغى، هيتعمل لك عقد جديد باسعار جديدة. لو مستاجر شقة سكنية بعد 10 سنين من الان خلصت. تعال نخش ونسمع الاراء، والفقرة متاحة ليكم وتليفون البرنامج هيبقى موجود امام حضراتكم. نطلع فاصل يا شباب. قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف بقانون الإيجارات القديمة واحد من التشريعات اللي فيه ناس كتيرة مستنية البرلمان يقوم بتعديلها، خاصة بعدما تقدم نواب حزب الوفد بمشروع للقانون اللي بيعتبر من القوانين الحساسة المرتبطة بعشرات الملايين من المواطنين، واللي اعتبرته كل الحكومات والبرلمانات اللي فاتت لغم من خطورة التعامل معه. معضلة الإيجارات القديمة مش بس أزمة قانونية، لكنها كمان ليها جوانب اجتماعية واقتصادية وشرعية، لأن الوضع الحالي في أكتر من 2 مليون شقة مغلقة في بلد بتعاني من أزمة سكن، من أصل 5 مليون وحدة بتخضع للقانون، وما بين الملاك اللي شايفين إنهم بياخدوا إيجارات متدنية عن أملاكهم ومستأجرين بيقولوا إنهم ما عندهمش بديل سكن تاني ليهم ولولادهم، وإن أي زيادة في الإيجارات هتزيد من أزمتهم الاقتصادية. فضل الحال كما هو عليه حتى بعد ثورتين ما بين مالك حاسس بالظلم ومستأجر خايف مش عارف راسه من رجليه. فهل هيحسم البرلمان في دورته الحالية قانون الإيجارات القديمة، ولا هيرحل الأزمة لدورات أخرى وربما لمجلس نواب تاني يجي من بعده؟ أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر أو ما يعرف بالإيجار القديم أزمة مستحكمة منذ سنوات قديمة، كانت موجودة في الأرض الزراعية، لكن نجح أحد برلمانات الرئيس الأسبق مبارك في حل هذه المشكلة وحرر العلاقة بالملك والمستأجر، وقال لك أي أرض زراعية هتروح لمالكها بعد 3 سنين. ولكن جم عند مشكلة العلاقة بالملك والمستأجر في الفترات اللي فاتت خافوا يقربوا لها. ربما يكون هذا البرلمان الأكثر شجاعة لأنه فعلا أعد قانون خرج من لجنة الإسكان وربما ينظر خلال الأيام القليلة القادمة.
القضية دي مهمة جدا بتهم عشرات الملايين في مصر. خلوني في البداية أرحب بضيوفي سيادة النائب المحترم محمد خليفة أحد مقترحي مشروع قانون الإيجار القديم والنائب عن حزب الوفد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. بحيي أيضا ضيوفي أستاذ هشام عبد المنعم صاحب عقار. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأستاذ محمد متولي مستأجر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. سيادة النائب في البداية، هل كان في أنتوا شايفين ضغط من أصحاب العقارات القديمة فانتوا قررتوا تعملوا هذا القانون علشان كده؟ يعني لو ما كانش ملاك العقارات القديمة بيشتكوا بيطلعوا في فضائيات وبرامج، ولا كان لازم كده كده تعملوا هذا القانون؟ يعني في البداية طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا يعني بندي تهنئة رقيقة لاخواتنا الاقباط بمناسبة عيد ميلاد المجيد. وعايز اوضح لحضرتك حاجة مهمة جدا، هو مش حكاية ضغط، وحكايه ان احنا بنفكر ان احنا ازاي نعمل قانون يحقق العداله الاجتماعيه اللي كانت بتنادي بها ثوره 25 يناير و30 يونيو. العداله الاجتماعيه حضرتك، المالك متضرر والمستاجر متضرر. المالك متضرر في ايه؟ ان هو مش قادر يعني يحصل على ملكه، او مش قادر ان هو يعني ياخد القيمه العادله لما القيمه العادله. المستأجر متضرر من ايه بقى يا فندم؟ حضرتك دلوقتي هو موجود في عقار قديم متهالك، ممكن يقع في اي وقت، او ممكن يعني يؤدي الى يودي بحياته يعني. نعم. فاحنا حضرتك كان لازم نخوض يعني القانون دوت عشان نقدر ان احنا نعمل قانون يحقق العداله الاجتماعيه بين الاثنين. عايز اوضح نقطه مهمه جدا، مش معنى ان احنا بنعمل قانون ان احنا هنشرد الناس او هنطرد الناس او كده، لا، ده احنا بنعمل قانون علشان نهتم بالفئة محدودة الدخل، بالفئة البسيطة اللي هو مش قادر يوفر وحدة سكنية بديلة. وبالتالي احنا بدأنا نركز على حاجة مهمة قوي بالنسبة للعقار اللي هو المغلق او الاداري او التجاري او الساكن اللي له سكن بديل، ده هنبدأ نشتغل عليه. اتعمل له مرحلة انتقالية مدتها كم سنة؟ احنا بنبدأ من اول 6 شهور بالنسبة للعقار القايل للسقوط، نحد 3 سنين، نحد نوصل ل10 سنين. طب احنا ليه التفاوت ده كله 6 شهور ليه؟ لو العقار يعني قايل للسقوط يبقى لازم اخلاقه فورا، دي اول حاجة. طب احنا هنخلي والناس هتروح فين؟ يبقى لازم نوفر سكن بديل. مين اللي هيوفر السكن البديل؟ وفقا للدستور الدولة هي المنوطة اللي هي توفر سكن آمن للمواطنين. فاحنا فكرنا حضرتك كحزب الوفد هيتعمل صندوق، الصندوق دوت سيادتك هيبدأ الملاك يحطوا فيه موارد، وتبدأ الدولة تعمل حصر للمستأجرين اللي موجودين اللي هم محدودين الدخل، ويبدأ تنشئ أو تبني. الصندوق ده هيبقى تبع إيه؟ وزارة المالية؟ هينشأ صندوق ولا خاص؟ لا، هو يعني أيا كان بقى كيانه هنتكلم فيه في اللائحة التنفيذية والتفاصيل. نعم. دي كلها نتكلم في اللائحة التنفيذية. الصندوق ده هيبقى فيه موارد المالك هيحط فيها، بدل ما يديله خلي ورج لا حط الفلوس هنا. تمام؟ وتبدأ الدولة هتبني مباني أو تبني عمارات لمحدود الدخل أو للمستأجر اللي موجود وتسكنه. في 6 شهور تلحق تبني وتسكن؟ ما انا بقول لسيادتك الفترة الانتقالية ديت بتعتمد على الإجراء ده، من 6 شهور ل10 سنين. تمام؟ طالما هو سكنه وتسكن وتمام، خلاص اتفضل حاجتك اهي. فاحنا بنأكد للناس وبنقول القانون اللي بيتعمل دوت هيراعي محدود الدخل، وهيراعي المستأجر، وهيراعي المالك، وهيراعي كل الناس. بس عفوا سيادة النائب، في القانون بيقول ان بعد 10 سنين لو انا واخد شقه ايجار قديم العقد ده هيبقى ملغي. طيب هو في حضرتك مقترحين. انا مقدم مقترح كحزب الوفد، وفي مقترح متقدم من لجنه الاسكان. انا عندي نص القانون. الماده 6 ده اسمه مشروع قانون لسه لم يقرر. كل ده تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء 10 سنوات. كل ده يا فندم تحت الدراسة. تحت الدراسة. احنا حضرتك بنعمل جلسات استماع، القانون لم يصدر بعد ولم يتناقش دلوقتي، بنناقش بس في اللجان المتخصصة. في الرأي العام. احنا بنطرحه في الرأي العام، وهيبقى في جلسات استماع، وأي واحد عنده رأي يجيبه. يعني المالك عنده رأي يجيبه، المستأجر عنده رأي يجيبه، كل واحد عنده رأي يجيبه.
تمام؟ في الفترة البينية اللي احنا بنتكلم فيها ديت يكون المستأجر سكن وقعد وتمام التمام مستقر، يبدأ يسلم الوحدة السكنية التانية. معنى كلمة تحرير ايه؟ يعني احنا بنعمل تعاقد جديد ما بين المالك والمستأجر، تمام؟ بسعر اليوم، خدت بقى حضرتك؟ بالسعر العادل اللي يرتضيه الطرفين، بالسعر العادل، تمام؟ ولكن في حالة خاصة اللي هو المواطن محدود الدخل اللي هو اصلا اللي هيقدر للتحرير، ولا واحد معاشه 600 700 جنيه، ده في واحد مثلا مرتبه 1000 جنيه وساكن في المنسينة في مصر وساكن ب 100 جنيه مثلا، ويقول لك والنبي ما تزودنيش حتى 5 جنيه، والنبي ما تزودنيش حتى 10 جنيه زياده، ما يقدرش. طيب بس انت حطيت في القانون مده لازم يسلم الشقه، ده القانون اللي هو ده ماشي، مشروع القانون. احنا بقى بنتكلم على مشروع قانون حزب الوفد. احنا في الاخر سيادتك بنعمل كده ليه؟ عشان نوصل لحاجه نموذجيه تقدر ترضي الطرفين. طب اسمح لي انتقل واعرف، هروح لضيف الكريم الاستاذ هشام عبد المنعم وهو صاحب عقار. ايه المشكله اللي بتقابلك وانت صاحب عقار؟ قلت لي في المهندسين مع المستاجرين القدامى. اولا هو طبعا مصاريف صيانه العماره عمليه شقه، ان انا اعرف اتحصل على صيانه العماره فما بوجعش دماغي وبتفاهم من جنيه. هو ايجار الشقه كام جنيه؟ عندي اقصى شقه 30 جنيه. اقصى شقه 30 جنيه في المهندسين. ايوه. فاحنا عندنا وضع فريد شويه في مصر، يمكن دول الجوار كلها حتى لبنان تحررت من قانون الايجارات القديم. نعم. قريبا. احنا عندنا قيمه ايجاريه، قيمه ايجار قديم ومحددها الدوله، وفي قيمه الايجار الجديد ده بتخضع للعرض والطلب. العرض والطلب. في قيمة جديدة كمان استحدثتها الدولة، يعني الدولة اللي هي ايه؟ لم تكتفي، يعني حاجة لحضرتك، لم تكتفي الدولة بما يعاني المالك، وراحت شكلت لجان إيجارية جديدة وقدرت علينا إيجارات مرتفعة عشان تاخد ضريبة عقارية على الشقق اللي بيقتنها المالك وقعفة شقق المستأجر. طب بأي حق الحكومة؟ أنت بتدفع ضريبة على إيجار ما بتاخدوش؟ لسه لا، على الشقة اللي أنا اسكن فيها. يعني الحكومه دلوقتي لا، ما ده على الكل. أنا لا مش على الكل، انا كمالك شقه تمليك هدفع. ايوه بس المستاجر ليه بتعفي شقق الايجار القديم؟ نعم بيع فيها. المفروض انت بتاخد الضريبه دي على العقار. نعم. مالكش دعوه، يعني احنا زمان كان شقه المالك عليها ضريبه زيها زي شقه المستاجر. نعم. النهارده بيعفي المستاجر، اعتبرت الحكومه ان كل الملاك اثرياء وكل المستأجرين فقراء، وده مش حقيقة. في ملاك كتير معدمين، وفي بعض المستأجرين أثرياء، فما نقدرش نعمم. طيب لو بعد 10 سنين والنهاردة حصل وتم ايه الشقة المؤجرة دي، خلاص هترجع لك بقوة القانون، هتعمل فيها ايه؟ هتقول للساكن اقعد فيها بس الايجار كذا، ولا هتقول له اشتريها تمليك واطلع بره؟ هو طبعا 10 سنين دي فترة طويلة جدا. نفترض ايا كانت المدة، يعني انا عامل العقار عشان اعيش منه، ده حق. فبالتالي اطرد الساكن ليه لو هيدفع لي الايجار اللي هو العادل هو فيه. بالمناسبة ال 30 جنيه اللي بيدفعهم المستأجر النهاردة، الشقة دي لو اجرتها ايجار عادل النهارده تعمل كام جنيه؟ تعمل 6000. 6000 جنيه. ها؟ طيب اروح ليه استاذ محمد عاشور؟ حضرتك واخد شقه ايجار قديم بكام جنيه؟ 6. انت المستاجر الاول؟ لا، والدي. والدك يعني توفى الله يرحمه؟ توفى. انتقلت اليك عريس يعني؟ اللي هو كان القانون القديم بتورث مرتين. طيب يعني انت لسه هتورثها لا 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 لوالدتي الله يرحمها، وبعد كده انا تزوجت في الشقه. يعني الزوج للزوجه للابن كده خلاص. طيب مؤجره من سنه كام؟ 65. طيب انت فكرت، انت حضرتك بتشتغل ايه؟ مدرس. مدرس. طب وانت كمدرس مفروض يعني رجل مثقف ومتعلم ومستنير، هل هذه القيمه عادله لشقه؟ والله انا عندي راي برضه، ممكن يعني اتفضل اعرض، احنا بنطرح الاراء. احنا طبعا انا ما يرضينيش ان هو تبقى ب 6 جنيه لحد النهارده. ده مش كوبايه شاي على القهوه بالمناسبه. أيوة. ولكن انا برضه ولا طبق فول على عربيه. انا موافق على الزياده، بس الزياده هتكون قد ايه؟ هي دي المشكله. انا في منطقه شعبيه. طب المنطقه الشعبيه هتزودها زي المهندسين؟ لا لا لا، ما في ده عرض وطلب وعزل وبتاع زي مصر الجديده. بس انت شايف لو في شقه زي كده جرى تاجيرها ايجار جديد النهارده تبقى بكام؟ ما هو يا فندم عندنا في نفس المنطقه
بيتأجر إيجار جديد، إيجار جديد ما بين 500 و600. طيب أنا إزاي هتعليني برضو يعني المبلغ ده كله؟ أنت اضربني 6 في 10 10 أضعاف في 20، لكن أوصل 600 جنيه دي صعب علي، وأنا دخلي ما يسمحش. طب بعد 10 سنين، ما بعد 10 سنين أنت هتطلع بقوة القانون، ده أنا هبقى معاش كمان يعني. طيب. خد لي مثلا إيه يعني المبلغ اللي انا باخده دلوقتي هيقل مثلا النص. طب انا عايش ازاي؟ معايا ثلاث اولاد والزوجه، ما ينفعش. وهتبقى على المعاش، ما ينفعش. فانا عايز الزياده تبقى معقوله. انا موافق. طب انا هروح لصاحب الملك النهارده اقول له ايه؟ انا عايز اجدد العقد باسمي. هيقول لي انا عايز خلوه رجل. طب احنا عايزين بقى الحكومه تحاسب الناس على خلوه الرجل ده. انت مالك بقى؟ ما انت قعدت فيها من 65 50 سنه. بلاش انا بقى، انا دلوقتي هروح اجر يعني، هو خرجني هروح اجر بره، ما هو القانون هيديله الحق ان هو يخرجني بعد 10 سنين. هجيب منين خلو رجل؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف الملك عندك في العماره يتمنى ايه؟ انه يصحى الصبح يلاقي العماره دي مهدوده. واقعه طبعا. طيب وليه نعمل الروح دي؟ انا موافق، ومش هيدفع صيانه في زياده 6 جنيه مش هتخليها يعمل حتى يغير ماسوره. ما احنا موافقين اهو بقى يا فندم، احنا موافقين ان احنا نزود، بس انت عايز زياده تبقى معقوله، يتحملها مرتبها. ما يبقاش بقى يا ما تعلاش في الايه، في القيمه الايجاريه. وفي برضه حاجه عايز اقول لحضرتك، هو اللي خد شقه سنه 85 و90 طب هو دافع خلو رجل في نفس الوقت بقيمه عاليه اياميها. كان يجيب شقه تمليك في اماكن متطرفه. كان يجيب شقه تمليك في اماكن متطرفه. فبرضه عايزين القانون يبقى عادل، ما يجيش دون نقط هتشعل فيها سياده النائب محمد خليفه. بس اخد مسعد من المحله بقاله كتير، اتفضل يا استاذ مسعد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. مستاجر ولا مؤجر؟ لا مؤجر سيادتك، ومظلوم. ومظلوم يعني انت عندك شقق في المحله؟ لا مؤجر يا سعاده الباشا. انت يعني مأجر شقه يعني. سيادتك انا واحد واخد مني ثلاث دكاكين مفتوحين على بعض. المحامي كاتب له العقد لاجاره الايقاف لسطح الارض سنه 2000. يعني العقد معقد، لا يزيد ولا ولا ياخد منه زياده. الثلاث محلات دول ايجارهم كام؟ 235 جنيه. كانوا 200 جنيه. النهارده انت لو اجرتهم تاجرهم بكام؟ اقل حاجه 700 جنيه ولا 800 جنيه. 700 800 جنيه. طيب. تابع معانا علشان انت وحده تجاريه سيادة النائب محمد خليفة في مشروع القانون. انت قلت الوحدات التجارية تقعد تقريبا 3 سنين. ايوه. هو حضرتك دلوقتي انا بس عايز اكد حضرتك هترد بس قول لي على اجابة الوحدات التجارية. احنا ندي فترة انتقالية 3 سنين. خدت بال سيادتك؟ بحيث ان هو يتفقوا مع بعض او بعد 3 سنين يتم تحريرها. تحريرها. بس في خلال 3 سنين الوحدة هيزيد سعرها. ايوه. انا قريت في مشروع القانون هتزيد 10%. ما انا بقول لحضرتك اللي يهمنا ايه حضرتك؟ التجاري والمغلق، التجاري والمغلق والاداري دوت يتم تحريره فتره انتقاليه. وده بسهوله لان الاداري بيكسب. ايوه. ده محامي او طبيب. او المغلق مش محتاجها. المغلق طبعا مش محتاجها. هي الازمه هتبقى في السكني. السكني يا فندم انا بس هريح الاستاذ محمد. طب انت ليه تخش في مهاترات بعد 10 سنين تمشيني او زود او ما تزودش؟ ما احنا هننشئ الصندوق وهنجيب لك سكن زيرو جديد، زيرو الدوله تبنيه لك وتسكنك فيه وسيب له المكان بتاعه وخلاص. فكرة بس تمويل هذا الصندوق. ما هو تمويل الحكومة ما معاش جنيه. لا مالناش دعوة بالحكومة، مالناش دعوة بالحكومة يا فندم. احنا حاطين دلوقتي حضرتك حاطين هنا مقترحات اهوت لتمويل الصندوق. في عندنا طبعا القانون بيتضمن 12 مادة، عندنا مادة 4 ينشأ صندوق خاص للإجراءات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون يسمى صندوق دعم المستأجر. دعم المستأجر. عايز أأكد للناس اهوت عشان ما حدش يقول ده بيشرد ولا بيع. دعم المستأجر اسمه كده. فور صدور هذا القانون وتكون له الشخصيه الاعتباريه ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينه القاهره ويجوز له انشاء فروع ومكاتب في المحافظات الاخرى. يهدف هذا الصندوق الى مساعده جميع المستاجرين المعنيين بهذا القانون الذي لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 2000 جنيه. ده بعد طبعا ده مقترح على المعاش. ده مقترح. ده مقترح. يا ريت حضرتك توضح موارده هتكون منين. الموارد. ايوه ما احنا عايزين نعرف الموارد. بص حضرتك الموارد احنا كاتبين هنا في اهو
تتكون مادة 7 تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: مبلغ 5000 جنيه الذي يلتزم المالك بسدادهم كرسوم لإصدار قرار النيابة بالإخلاء، مبلغ 5000 بفرض كرسوم لإصدار أي رخصة بناء، 2% من قيمة الضرائب العقارية، 2% من قيمة عقد البيع المسجل بالشهر العقاري كرسوم إضافية، مساهمات سنوية من الدولة ينص عليها في موازنة وزارة الإسكان لتغطية التزامات الصندوق، الهبات والتبرعات والوصايا، وتخصم قيمة هذه الهبات والتبرعات والوصايا من المبالغ المتخذة أساسا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة. بس عايز أقول حاجة، ده لسه ممكن تضاف ليه موارد اخرى طبعا، يعني ممكن صنع الاسمنت يتاخد عليها رسم السيراميك، يعني مواد البناء. بس هنا استاذ هشام كصاحب عقار شايف ان فكره 10 سنين اللي هو يعني اسف التعبير موت، يعني حرام، هو عايز يستفيد بالعقار النهارده. ما هو حضرتك احنا حريصين جدا، احنا حريصين جدا بالمواطن البسيط محدود الدخل. احنا حاطين فكره انتقاليه، هو عايز الشقه بتاعته، ما احنا عايزين، ما انت هتاخد شقتك، بس حريصين ان احنا نسكن برضو المواطن البسيط محدود الدخل بالزبط. مش عايزك تخش معاه في جدال زودني، لا مش هقدر على الزياده، لا الزياده بنسبه كام، طب بدفع 6 جنيه. طب انت شايف كام سنه ترضيك كمالك؟ انا شايف يعني حد اقصى 5 سنين، بس انا مش عايز اخد الشقه من المستاجر. ما انا عارف، بس أنا 5 سنين انت عايز العقد يتحرر، القيمه تبقى حر بعد 5 سنين. طب ليه يا فندم يعني مثلا الحكومه ما تتدخلش في الموضوع ده وتبدا تقنن الشقه اللي انا قاعد فيها ويسيبني قاعد فيها؟ يعني فرضنا ان العقار مثلا، ما ينفعش الدوله تتدخل لتحديد سعر السلعه، ما هي هتتحدد على اساس. بص، حط نفسك مكان المالك، ده ملكك، شقتك انت حر فيها. يعني ما هو احنا لما حددناها 6 جنيه او والد الله يرحمه لما حددته 6 جنيه كان ساعتها في اداره هي اللي بتحدد، عارف الحكومه كانت هي بنقنن. أيوة. بس ده كان زمان لجنه الاجراءات، لجنه عبد الناصر، لجنه الاجراءات. لازم اطلع فاصل قصير، اطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل الحوار. استاذ هشام صاحب العقار بيقول يكفيني فتره عدد سنوات بحد اقصى 5 سنين. 5 سنين. طب وزياده سنويه 10% مثلا؟ 10% من القيمه الحاليه. ما هو طب انت عايز ايه؟ عايز القيمه الحاليه كمان. دي انا زي ما قلت لحضرتك، الحكومه النهارده بتقدر القيمه الحاليه باسعار اقرب للقيمه السوقيه. لا انت الراجل اللي مأجر عندك ب 30 وعايز العقد يتحرر بعد 5 سنين وتجي لك شقتك، عايز ال 30 دول يبقوا كام؟ يعني لو يزيدوا من النهارده مثلا 500 600 ويتدرج بعد كده. انا متعود اديك ادفع 30 جنيه البند في المعيشه، فجاه يبقى 500. انا عندي باجر ب 6000. 6000 صعب طبعا ان من 30. 6 جنيه عندك شايف تبقى ايه مثلا؟ يعني مثلا لو انا مستعد لحد 100 150 200، لكن ما بقاش 600. بس هو رقم مقلع قوي عشان منطقه شعبيه. معقول تصرف تروح للمالك يعني؟ روح للمالك وابدا حل، لان القانون هينزل. بس عايز اقول حاجه مهمه، ما هو هيطلب مني برضو عشان يغير لي اسمي. خلو رجل. وهي خلو رجل كام تقريبا؟ وهي دي المشكله. كام تقديرك؟ 10000 20000؟ لا طب يا ريت 180000. ممكن يوصل ل 50 60. طيب سياده النائب محمد خليفه، اكبر مستاجر في مصر هي الحكومه. ايوه اللي هو الاداري. انتوا فاهمين ان ايوه فندم اللي هو الاداري. انتوا مجلس النواب، انتوا مجلس الشعب، هتعملوا ايه مع الحكومه؟ الحكومه هتسيب الاقسام، هتسيب المدارس، هتسيب المستشفيات، ده حتى رجليها ده واخد عمارات في حتت سوق في جاردن سيتي. ده لسه كنت بتكلم مع استاذ هشام. بيقول لي فيه مبنى خاص بالبنك المركزي. موجود في شارع جواد حسني، في اسمه ايه؟ جواد حسني. ومغلق. ممكن اخدك لجاردن سيتي اوريك حاجات زي كده. انتوا هتعملوا ايه بقى؟ الحكومه هتقربوا منها ازاي؟ اصل ما ينفعش تأجر تقرب من المستاجر ده وتسيب المستاجر الحكومه. ده قانون يا فندم هيسرع الجميع. هيسرع الحكومه وهيسرع على كله، هيتعملوا نفس الفتره الانتقاليه ويتحط عليه نفس الشروط بتاعته. لا يعني بس مش المفروض الحكومه تبدا بنفسها؟ المفروض. يعني يا فندم يعني مطروح شايفين الحكومه هتعمل ده؟ عندك قناعه كنائب ان الحكومه هتسلم كل وحداتها؟ لان دي وحدات اداريه هيبقى عندها بقى فتره سنين انتقاليه تسلم فيها حاجتها. وبعدين على فكره اقول لحضرتك، هتروح العاصمه الاداريه الجديده. ايوه هو هي دي كده تحل المشكله كلها.
هيبقى العاصمه الاداريه الجديده تكون انشئت وفاضل لها تقريبا سنه ونص او سنتين تكون خلصانه، هيكون كله ينقل اوتوماتيك هيسيبها ما يسيبهاش. طيب. ليه؟ في كمان نقطه، في عقود بتحرر للايجار اسمها عقود 59 سنه. ده ايجار قديم ولا ده هيستمر ولا ايه؟ 59 سنه؟ اه في حاجه كده انتوا عارفين ده ولا جديد. ده ايجار جديد. ده ايجار ده من ضمن الجديد. يعني ده الايجار الجديد مش هتسري عليه القوانين دي صح؟ هو بص حضرتك انا عايز بقى اوضح عشان ايه؟ نوضح انواع القوانين اللي موجوده بتاعه الايجارات من ساعه ما بدات لحد دلوقتي. لو المده محدده يبقى قانون جديد صح كده؟ المده طبعا يبقى اللي مش محدد المده اللي هو القديم قوي ده. نعم. هو في قوانين حضرتك، في قانون مدني 131 لسنه 48، في قانون الاحكام المحدده للاجره في القانون 121 لسنه 47 بشان الايجار الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر في قانون رقم 46 لسنه 62 بتحديد ايجار الاماكن، في قانون رقم 52 لسنه 69 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر، في قوانين خفض ايجارات الاماكن رقم 199 لسنه 52. بدون قطع حديثك في انواع كتير. ايه القوانين دي عشان ما دي القوانين اللي صدرت قبل كده خاصه بالايجارات. طب انتوا هتعملوا ايه في القوانين دي؟ ما هو كل ده بقى كل ده هيتضم في قانون واحد اللي احنا بنعمله ده، اللي هو المعدل الجديد اللي احنا بنعمله. ناويين يعني شايف اراده البرلمان هتصدر القانون ده خلال قد ايه؟ والله حضرتك احنا شغالين فيه وعاملين فيه جلسات استماع. انا شايف ان احنا ناخد وقتنا بجلسات الاستماع. تقديرك ايه سنه؟ يعني لا اقل من كده ان شاء الله. شايف كم نائب مؤيد هذا القانون؟ مش قصه مؤيد ومعارض. كم نائب عايز يحصل على قانون يحقق العداله الاجتماعيه؟ كل النواب يا فندم. كل النواب عايز. طيب. تعمل قانون يحقق العداله الاجتماعيه. استاذ محمد عاشور عايز بس اقول لحضرتك ملحوظه. القانون الوحيد يعني احنا مثلا بنيجي نمضي مع بعض قوانين بنمضيها مع بعض، القانون الوحيد اللي كل نائب يقولك لا خلينا اقراه الاول، القانون بتاع الايجارات، فده بيهتم بيه كل النواب بحيث ان احنا نقدر نخرج القانون كويس ان شاء الله. طيب قبل ما اروح لدين من القاهره اتفضل استاذ صلاح. استاذ صلاح خط قطع. استاذ محمد بالعدل وانت مدرس اتفضل وبالضمير، ايه اللي مفروض يكون في هذا القانون يحقق العداله بينك وبين الملك؟ ممكن يرضيك ويرضي. احنا عايزين في النهايه يعني نصلح العلاقه. عارفين ده. بين الملك والمستاجر. طيب طبعا ما فيش في القانون القديم خالص صاحب عقار علاقته كويسه بال طبعا. حتى لو هم عشره عمر، ما هي الفلوس طالما دخلت في نعم. طيب احنا انا بقول او بقترح ان ممكن تكون زياده في يعني في متناول الايد يعني. لا هي بتبقى زياده بالنسب. سيبك على حسب المكان يعني. طيب وحسب المكان يا فندم كان. حسب المكان برضو يعني من عارف. احنا قلنا ايه المناطق الشعبيه غير وسط طبعًا البلد طبعا غير طبعا. طيب انا موافق ان هو يزود عليا. يزود عليك ولكن هو برضو مش يعني ايه هو مش هيوافق. وانا واثق ان هو مش هيوافق. انا بقول لك إيه؟ رايك انت عايز ايه. يعني لان احنا امام مشرع امام نائب عشان ينقل وجهات النظر. نبدا إيه؟ نصلح العلاقه بين الملك والمستاجر ازاي. انا هقعد معاه وهنتفق مثلا على ايه ايجار معين، وليكن مثلا الستة جنيه يبقى مثلا يعني لو 60 يبقى 10 اضعاف. هنخليه 120 20 ضعف. يبقى 20 ضعف. ايه رايك؟ كويس اهو. مش كده؟ هايل. لو 20 ضعف عندك هتبقى الشقه ب 600 جنيه. كبدايه معقوله. كبدايه ويبدا يزود عليا مثلا. شوف انا بقى بقترح تاني اهو. اتفضل. يزود عليا كل مثلا سنه 1% 2% نسب. فبرضه عشان ايه؟ تبقى العمليه يعني معقوله. بقول 5% 10% يعني. قول 10% لان مش هتقل النسب. 50 جنيه 10% من ال 120 جنيه 12 جنيه يعني معقول. ما هو 10 يعني لا. المهم انت تؤيد رقم واحد زياده الايجارات. ده رقم واحد ما ينفعش الايجارات تستمر. لا 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 ما فيش مشكله. رقم اثنين لازم الشقه بعد عدد معين من السنوات تسلم للملك. ما هو تسلم دي برضه يا فندم. ما علشان في صندوق هيتعمل بقى. ما هو الصندوق حضرتك هو اللي هينشئ بقى البيت. انت هتخرجني من الشقه تديني شقه؟ انا موافق. انا فضل. بس عايز اعلق على الحته. اتفضل اتفضل.
المالك مش عايز يخرج الساكن من عنده. نعم. هو عايز يوصل للإيجار العادل. نعم. إنما لو الساكن اتواجدت له، لو الحكومة أوجدت له زي ما محمد بيه بيقول إن هتبني مساكن وتسلم، ده هيدي فرصة لغيره إنه يجي يسكن، إنما مفيش مالك عايز يخرج الساكن من عنده طبعا. لو بياخد الإيجار العادل. فدي نقطة يعني إيه أحب أركز عليها. ولكن يا فندم الصندوق لو حقق لي اللي أنا عايزه ان انا اخد شقه في مدينه جديده، ايه المشكله؟ انا موافق. ناخد سامي من القاهره، اتفضل استاذ سامي. الو. ايوه علي صوتك. الو مساء الخير. مساء النور. انا بس عايز حضرتك ارد على تساؤلين بس. حضرتك مالك ام مستاجر؟ انا مالك حضرتك. وعقار والدي سايبهولي انا واخواتي وانا عندي اولاد عايز اجوزهم، واخواتي عندهم برضو اولاد عايزين يجوزهم. لكن الوالد كان مأجره من سنه 70. سنة 70 بإيجار كام؟ 5 جنيه. في أي منطقة؟ شبرا. شبرا، أوكي. قول وجهة نظرك. وجهة نظري حضرتك دلوقتي برضو اللي عايز أنقلها لمجلس الشعب، في ناس بتقول إيه؟ إن المالك بنى البيت ده بملاليم. أقول له حضرتك دلوقتي إن جرام الذهب ساعتها كان بخمسة جنيه، لو أنا عايز أشتري بقى الجرام منك بخمسة جنيه النهاردة هتبيعه النهاردة، أقول لك أنت شاريه بخمسة هشتري منك أنا بعشرة. نعم. هل ده يجوز؟ طيب في حاجة تاني برضو، في ناس بتقول ايه؟ ان صاحب البيت لم تمنه. طيب انا النهاردة لو حطت 100,000 جنيه في البنك حضرتك وبتديني كل شهر عليها 1,000 جنيه. نعم. هل اجي انا بعد كده بعد 10 سنين اجي اطلب ال100,000 جنيه تقولي لا ده انت خلاص كده فلوسك خلصت، انت خدت ال100,000 جنيه كل شهر بتاخد 1,000 جنيه. النهاردة اللي كان باني بيت حضرتك بنيه على اساس ان هو يجيب له ريع شهري. طبعا. النهارده انا لو حسبت الريع اللي كان بيجيبه لي البيت من سنه 70 كان بيجيب لي 60 جنيه، ال 60 جنيه النهارده زي حوالي 25,000 جنيه النهارده. فانا النهارده يفضل البيت يجيب لي 60 جنيه ريع وانا اللحمه ب 100 وده بكذا. لا انا عايز حضرتك النهارده تتحدد قيمه الشقه ويتحدد اكنه مبلغ في البنك. النهارده اقل شقه في شبرا ب 800,000 جنيه، يعني لو انا حسبتها كبنك 800,000 جنيه هيجيب لي ريع هيجيب لي 8,000 جنيه في الشهر، هل يستطيع الساكن يدفع 8,000 جنيه؟ خلينا نروح لسياده النائب. وجهه نظر فكره ان انتوا حتى لما هتقدروا قيمه ايجاريه في الفتره الانتقاليه هو طالب برضو ان القيمه تكون باسعار اليوم عادله، يعني لو الشقه دي ايجارها 300 جنيه عند استاذ محمد تبقى 300 النهارده، مش 6 جنيه تبقى 60 كده. بس حضرتك اللي هو بيتكلم فيه دوت ان هو عايز يبيع له الشقه مش عايز ياجرها له، يعني هو بيقول كان حاطط الفلوس في البنك وجابت ايراد كذا. لا يا فندم، حضرتك في اللائحه التنفيذيه هتشكل لجان، اللجان هتمسك المناطق مثلا منطقه شبرا مثلا والمنطقه مثلا قريبه منها جنبها، يبداوا يحصروا المستوى الاجتماعي اللي هناك ويبداوا يقولوا هنا القيمه الايجاريه من كذا لكذا. هيبقى الكلام ده هيتحط له رينج استرشادي يتوضح للعقود الجديده اللي هتعمل، خدت بال حضرتك؟ والمهندسين هيبقى الرينج من كذا لكذا. المحل انتوا هتعملوا حي حي؟ يتعمل هيتعمل زي لجنه الايجارات بتاعه زمان كده. دليل استرشادي. استرشادي، خدت بال حضرتك؟ بحيث ان هنا المينيمم مثلا في الايجارات كذا والماكسيمم مثلا او. طب البرلمان عنده احصائيات؟ لا لسه. يعني ما تعرفش كام شقه مغلقه؟ لا لسه. كل الكلام ده ما تعرفش كام شقه مؤجره اقل من 10؟ لا لا لا، كل ده بعد ما القانون. مش الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء ممكن يكون عنده؟ بس ممكن تبقى حاجات يا فندم غير واقعيه، يعني ممكن تبقى حاجات بس ايه نظريه او حاجات موجوده كده في على الكمبيوتر او حاجات زي كده، مش 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 على ارض الواقع. فقصدي لجنه الايجارات هتفعل بحيث ان هو ينزل يعمل لي الحصر ده ويبدا يشتغل لي على ارض الواقع عشان يديني بيان صح، لان انا احتاج الكلام ده لما اجي انشئ المباني السكنيه اللي هسكن فيها المستاجر الغير قادر. خدت بقى حضرتك؟ عايز حاجه واقعيه بالاسم برقم البطاقه بكل بياناتهم. استاذ هشام بس على الكلام ده، البيانات دي حضرتك هتلاقيها لدى الضرائب العقاريه لانهم في الاربع خمس سنين لفوا كتير وجابوا كل شغالين حاجه شغالين ومقدرين قيم مرتفعه للايجارات عشان ياخدوا ضرائب طبعا، مش عشان يرفعوا لنا الايجار. عايز اقول لك استاذ هشام، في مشروع القانون ده بيلزم المستأجر انه يدفع كامل قيمة الصيانة للعقار. ده مش يرضيك في الفترة دي وما يخلكش حتى تفكر في انه ترفع الايجار مبلغ كبير؟ لا هي يعني نفترض الصيانة عندك في العمارة 12,000 جنيه، ادي 1,000 جنيه،
على كام شقه كل واحد هيدفع، انت مالكش دعوه. في ناس بتعترض طبيعتها تعترض، يقول لك لا ده كتير، لا هات لي ما يفيد، يعني مثلا اجيب واحد سباك مثلا يصلح حاجات في ما بيدينيش فاتوره. يا باشا اتحاد الملاك ما اصلا عشان عمارة صغيره فمش عامل اتحاد شاغلين فهو لما يجي اقول له الراجل خد كذا يقعد يقول لي وفين فواتير، ممكن ما تلاقيش فواتير تثبت هذا. ودي مشكله برضو عندنا في مصر لازم معالجتها، ان هي ما انا بفتح النقاط دي عشان سياده النائب يبقى حاطط ده في اعتباره. يا ريت سياده النائب بس يحط في اعتباره اليات تنفيذ هذا، دي اهم حاجه. اليات مثلا الحكومه هتسلم الناس ازاي، اليات العقاري، بحيث ما ندخلش في دهاليز محاكم، بحيث ما يبقاش فيه لجوء للقضاء. استاذ محمد انت هتدفع الصيانه بتاعه العقار في مشروع القانون ده لو جرى اقرار فادم صاحب الملك عندنا ما بيتدخلش في حاجه في الصيانه. انتوا كام شقه؟ احنا حوالي 8 شقق، يعني 4 ادوار مثلا. أربعة ما بيدخلش هو، مش يعني ايه، هو قاعد بعيد شويه فما بيدخلش في اي حاجه. عايز ارد على الحته بتاعت اليه التنفيذ دي. لا انا كنت بس كنت قبل ما انسى، هتطرحوا امتى مشروع هذا القانون على الراي العام لحوار بقى مجتمعي بقى عشان تسمعوا اراء؟ هل بتشكلوا لجان استماع وتجيبوا ملاك ومستاجرين تسمعوا كلامه ولا انتوا لسه قافلين الباب عليكم الاول بتناقشوا؟ ان شاء الله بعد اسبوعين، بعد اسبوعين هنبدا نحدد جلسات استماع وهنبدا ندعو الناس تيجي تحضر جلسات الاستماع سواء في البرلمان او في حزب الوفد او في الاحزاب المختلفه بقى، تبدا نبدا نشتغل عليها. طب حضرتك عايز ترد في ثواني؟ اليات التنفيذ حضرتك ماده 10 عندنا في القانون. قال بيقدم المستاجر هو اللي بيقدم بنفسه، الذي يرغب في الاستفاده من الصندوق طلبا تمام معفيا من كافي الرسوم، مش هيدفع اي رسوم خالص، يتوفر فيه الشروط التاليه: ان يقدم الطلب خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرار بالترميم او الازاله، طبعا لان ديت خطره لازم هيبقى لها هيبقى اقل من سنه. تقدم الطلب خلال 4 أشهر من ذات التاريخ بالنسبة للترميم والإزالة، يقدم خلال 4 أشهر بيان بأسماء الأسرة المستفيدة، بيان مفردات المرتب أو شهادة إثبات ذلك، أصل عقد الإيجار القديم وثابت ذلك. يعني ببساطة جدا هيبقى في محور ثقة. أنا وقتي خلص بس لازم أروح لمحمد بسرعة، كلمة أخيرة عايز تقول إيه؟ أنا إن شاء الله بإذن الله يعني سيادة النائب يوصلوا إن شاء الله الحل مرضي للطرفين بإذن الله. أستاذ هشام ربنا يوفق معالي النائب وينجزوا القانون في اسرع وقت. سيادة النائب ببساطه جدا احنا عايزين نحقق العداله الاجتماعيه، عايزين نركز على المواطن البسيط ومحدود الدخل، وعايزين ندي المالك حقه بالنسبه للتجاري والاداري والمغلق. بشكر سيادة النائب محمد خليفه النائب الوفدي احد مقترحي مشروع قانون الايجار القديم، بشكر حضرتك. شكرا فندم. بشكر الاستاذ محمد عاشور متولي مستاجر، بشكرك. بشكر ضيف الكريم استاذ هشام عبد المنعم صاحب عقار، بشكرك. حلقه انتهت معاكم، واشوفكم بكره على خير باذن الله. سلام عليكم.